تعالوا بقى نروح لوزارة التعليم العالي. وأكد دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التعليم في مصر ورفع مستوى خريج الجامعات المصرية بما يواكب طبعا مستويات خريج الجامعات العالمية، تم إجراء اختبار إلكتروني معرفي موحد لطلاب كليات الطب لقياس قدراتهم. والكلام ده كان في فعاليات الاحتفال بتكريم الوزير الطلاب المتفوقين في المسابقة المركزية للاختبار المعرفي الإلكتروني الموحد لطلاب كليات الطب بالجامعات المصرية، كان عددهم 40 طالب وطالبة. نشاهد. هو الهدف من المسابقة أولا إن احنا نقول إن احنا ممكن نعمل امتحان موحد على مستوى الدولة كلها في تخصصات. خدنا تخصص الطب على سبيل المثال، وخدنا 5 جامعات ممثلة، القاهرة والصعيد والدلتا والقوات المسلحة وجامعة 6 أكتوبر الخاصة، وقلنا إن احنا عايزين نعمل امتحان نقيس بيه كل المخرجات بتاعت التعليم في يوم واحد في لحظة واحدة، وهم الولاد بيمتحنوا على الكمبيوتر مفيش أي عامل بشري في الموضوع، بمستوى عالمي. يعني البنك الأسئلة محطوط علشان يقيس قدرات فعلية للطالب على كأنه بيمتحن في أي حتة في العالم. بس احنا اللي عاملين، احنا اللي مصرين هذا الموضوع، احنا الاساتذه بتاعتنا والكليات بتاعتنا هي اللي عملت بنوك الاسئله بالمعايير العالميه، واحنا نستطيع نعمل كده. الهدف من المسابقه ان يكون في مقاييس موحده لكليات وامتحان يعني طلاب كليات الطب، لان المناهج مختلفه، القدرات مختلفه، فاحنا عايزين يكون في هويه موحده لكل هذه الامتحانات اللي نقدر بها نقيس مستويات الطلبه، ويمكن للطالب المصري ان هو ينافس على المستويات الدوليه. والمسابقه ان شاء الله هتتوحد في المستقبل بالرعايه الدائمه والاشراف المستمر من وزاره التعليم العالي والسيد وزير التعليم العالي. المسابقه اللي اقيمت في 15 اغسطس مسابقه يعني اول مره تتعمل، وفكره جميله جدا كانت بتوجهات من سياده الرئيس لسياده الوزير والتعليم العالي ولجامعات مصر كلها، وهي اللي احنا عايزين نعرف احنا كل واحد فينا بيقول له بيبذل اقصى ما جهده، بيطلق بيعمل طالب بيعلمه احسن تعليم ممكن في الطب. والحقيقه التعليم الطبي في مصر متميز برغم كل الصعوبات اللي مرت في السنين اللي فاتت، هو ما زال متميز وبيطلع منتج يقدر ينافس في كل حته في العالم سواء على مستوى المنطقه ومستوى العالم. وانا مش بقول كده عشان متحيز عشان انا عميد كليه الطب، لكن دي الحقيقه. هو الاختيار كان عشوائي، اختاروا جامعه من الدلتا المنصوره وجامعه من القاهره عين شمس وجامعه من الصعيد اسيوط وجامعه خاصه ل 6 اكتوبر وكليه الطب القوات المسلحه، واختاروا 100 طالب من كل كليه علشان يختبر اكتر من حاجه، منها الاستعداد للامتحانات القوميه اللي هتحدث بعد كده في مجال الطب. وكانت تجربه مفيده لنا جدا، بتختبر امكانياتنا وبتختبر الطلاب بتاعنا، وخاصه ان الاختبار كان في معارف او علوم 3 سنوات وليس سنه واحده. بنكرم اوائل الاول 40 بشهادات تقدير ومكافآت مالية، وإن شاء الله دي تبقى البداية إنه يبقى عندنا معايير تقييم معترف بها عالميا، recognized وaccredited من مؤسسات التقييم العالمية. ودي بداية إن احنا زي ما السيد الرئيس قال إن احنا نحط مصر على سلم الدول المتقدمة في التعليم. المسابقة تم الإعلان عنها في الكلية عندنا، تعلق بيها زي بوستر كده والدكاترة بلغونا بيها ونزلت على جروب الدفعة وكده، والإجراءات اللي احنا خدناها جست أبليكيشن باسمك، الإيميل بتاعك، التقدير بتاعك، الترتيب بتاعك، وكان الاختيار كان فير وكان من كل الـ الترتيبات، والحمد لله وفقت في الاختيار، وبعدين الحمد لله وفقت في المسابقه. احنا يعني في اخر شهر كده او اخر شهرين في سنه ثالثه جالنا اعلان في الكليه ان في امتحان على مستوى كليه الطب هيكون برعايه شركه مايكروسوفت، هيكون في 5 كليات مدعوين او يعني المفروض يشتركوا، منها كليه عين شمس، طب عين شمس، فكليتنا رشحت 100 طالب منهم انا ان احنا ندخل المسابقه ديت. المسابقه كانت ان اللي هيبقى فيه امتحان شامل ال3 سنين الاولى في الدراسه اللي هو السنين الاكاديميه في الطب اللي هي تبقى تسبق السنين الاكلينيكيه. فطبعا انا وافقت لان انا كان ليا خبرات قبل كده في مسابقات بس داخليه كده مع الكليه ويعني حاجات صغيره، فانا كنت مبسوط ان انا اخش في حاجه كبيره اقدر ان انا اجمع بيها المعلومات اللي درستها في اول 3 سنين. هو الامتحان في المجمل كانت اسئلته كويسه جدا، ما كانش فيه اسئله يعني
مستوى صعوبة عالية أو كده، في أسئلة فيها شوية تفكير، بس كان معظم الأسئلة كان كويسة. بس هي المشكلة بس في أن أنت تفتكر أو تتذكر المعلومات المتعلقة بالثلاث سنين. هو السنة التالتة اللي احنا طالعين منها دي ما كانش فيها أي مشكلة عشان احنا لسه مخلصين امتحاناتها من شهرين، بس أولى والتانية في الأناتومي والفيسيولوجيا مواد كبيرة ومواد المحتوى العلمي والمعلومات بتاعتها ضخمة، يعني كان محتاج اللي انت تقعد تراجع لها فترة أكبر، خصوصا اللي احنا سايبينها بقالنا سنتين وثلاث سنين بالنسبة الأولى وثانية.